عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية. جاء ذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية. وقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية. طبعا هذه البلد بهذا الاستقرار لازم أوراء قيادة سياسية واعية عارفة ايه مصلحة البلد، فلازم كلنا نتكاتف نكون إيجابيين وننزل كلنا نشارك. احنا من 2014 احنا ماشيين 23 او 9 سنين الاستقرار اللي احنا عايشين فيه، الامن اللي احنا عايشين فيه ده. شوفوا اسمحوا لي ما فيش التفكير والكبر والحزن ده كله. حته الامن والسلام اللي يشبهها الله من خلال واحد، ان احنا مؤذن في خبره الرئيس وفي الانتخابات اللي احنا ننزل نحن جميعا مؤذنين إلى دخالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.